بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. سبحان الله، شعور عجيب في غاية الروعة عندما أتطهر وأتوضأ وأتطيب وألبس أجمل ثيابي وأخرج إلى المسجد. أحيانا يا أخو، وأنا في طريقي إلى المسجد ينتابني شعور غريب عجيب، سبحان الله، تهب علي رائحة وعبق، يعني كأنها نسيم روح من الجنة، تشرح الصدر وتسر القلب، نكهة عجيبة غريبة ليست من الأرض أبدا. والله يا أخوة، شعور حقيقي. أعتقد أن المصلين من أهل المساجد يعرفون ما أتحدث عنه تماما. سبحان الله، مع الأيام، فإذا أقرأ هذا الحديث النبوي الصحيح أن الله تعالى يفرح ويتبشبش في حال ذهاب المصلي إلى المسجد وهو يمشي، قال صلى الله عليه وسلم: لا يتوضأ أحدكم فيحسن وضوءه فيسبغه ثم يأتي المسجد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا تبشبش الله إليه كما يتبشبش أهل الغائب بطلعته. صححه الألباني. الله أكبر، ما أرحمك يا رب وما أجملك. الله يفرح سبحانه وتعالى بقدومنا إليه. ما عدمنا خيرا من رب يضحك، ما عدمنا خيرا من رب يفرح. قال صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. متفق عليه. الله مفتح على قلوبنا فتحا مبينا في معرفتك وحبك. الله مفتح على قلوبنا فتحا مبينا في معرفتك وحبك.